مسؤولين كترسن وزارة داريما هقودة أهير شبيلة وحا مقالة دا بلدوين اي كيغا قيب غلان مناسبة دا يحلال كاكوك لوريغيين مسؤولين كترسن مامول كقبل كاسي محمد إبراهيم سياد ايا وركان بلدوين اي نوغو صدري مناسبة حلقة اي كولاك لوريغيين مسؤولين هرا اي مدح عصوب او قيب كان اقونا اي مامول كقبل كهيران اي كان دقم دا بلدوين اي ناكسو قيب غلان مسؤولين كترسن وزارة داريمها قدها يدولدها هوسي اي هلشبال لا ايا مانت بردوين لغو خبتاي سيد احدا مسؤول اي حلقة لغا قادايا يا اللباك ميداح قوبجوغ اي احايان اسلامر كان حلقة مدشح الوريجين تاي كو وريجيين ولو شخصي سيد احادو احا قدوم يكو حيجين كي هوري اي مامل كي يماريه دادقم دا بردوين او قابتاك مغنا اغا اسمها وزارة داريمها قدها يدولدها هوسي اي هلشبال محمد عروش ديرو او حلقة اوكال وريجيي مسؤولين تي هراء اي مدحدة عصوب اي ادردارن ادري مسؤولين تي عصوب قفك الكوبات او محوة هاي حلقة اللقاء قاري اي قفك اللقو وريجيي واحا حلقة اللقاء قاري حقا يحي قبلك عبدالله النور قورة وحان الله مقعابي عبدالله عريق qofka kale oo asna xilka laga qaaday xogeyihii hore ee dowladda hoose waxaana loo magacaabay afhayeenka gobolka hiiraan xilkii xogeyaha dowladda hoosena waxaa loo magacaabay عبد الحكيم محمود حسن حقيها الدولة ده هو سدجمة بلدوين واحد كلاه حلكي لقى قاضي قدر حسن أفرح قدوم يكو حجين كمامور كي مالية الدجمة بلدوين وحنا حلك أصلهم مجاعبي مدنى محمد مقول علمي سد حداس مسؤول سد حداس حلا يا محوها ركنا حلكي لقى قاضي xogeyihii hore ee maamulka gobolka hiiraan cabdul nuur wahliye oo ka mid ahaa madaxdii maanta xilka wareejisay ayaa sheegay isna cabdisalaam saakay waxaan halkan ku wareejinayaa xilkii aan ka hayay gobolkan oo ahaa xogeyaha guud kaasoo ku wareejinayo walaalkay cabdi cabdulaahi cariig ayaan ku wareejiyey anigoo oo aad ugu faraxsan aaminsanna inay meerto tahay mas-uuliyaddu kana rajaynaya in ilaahay la garab galo muddo dheer baan ku soo shaqaynaynay wax xaquuq la-aan baan ugu soo shaqaynayay iskaa wax u qabsaan dadka ugu soo shaqaynaynay isagana waxaan rajaynayaa mid nagu dayda oo halkaas ku sii shaqeeya in ilaahay ka dhig habkaan soo marareyna isagu oo arki ka sii hanba qaada ayaan adaka rajaynaya maxamed ibraahim siyaad Kalsan TV Bredwine.